انا جيت سعيد باش نترأس هذه المناظره التوافقيه اللي كيف شفتوا بان فيها واحد الحضور متميز، فيها خبراء وفيها كذلك يعني المجتمع المدني والمجتمع الدولي الاوروبيين اللي حاضرين. بالنسبه تكافؤ الفرص والإدماج بالخصوص بالنسبة للسجناء، كتعرفوا بأن تكون عندهم عقوبات، ولكن ماشي هذا هو الغاية من هذا الشيء كله. خصنا نعرفوا كيفاش ندمجوا يعني السجناء ديالنا. وبغيت نشكر المديرية ديال السجناء ونشكر الوزارة ديال التعليم العالي والمديريات اللي مكلفين بهذا الورش، لانه مهم باش نخليو السجناء ديالنا ملي يساليو العقوبه ديالهم نحاولوا ندمجوهم. الوزاره كتعمل مع مديريه السجون مع واحد التكوينات والدبلومات اللي كيصاروا عليهم وكيعطيو فيهم فرصه بالنسبه للسجناء باش يتعلموا ويتكونوا، ولكن كنخدموا على باش نعطيهم ايضا نعطيهم السوارت باش من بعد ملي يخرجوا الدبلوم راه ديما مهم ولكن ما كافيش، اللي خصنا نعطيهم الوسائل اللي تخليهم يدمجوا بسهوله والبلاد محتاجه بهم. وتنظن بان راكم كيشفتوا كيفاش غادي تشوفوا في الورشات اللي كاينين كاين واحد التجاوب، وبغيت نشكر الجميع على هذه المبادره. ووزارة التعليم العالي ديما غادي تبقى مواكبة هذا الورش لأنه مهم، لأن الشباب ديالنا خاصو يعطي لبلاده، ولكن خصنا نعطيوه باش يكون نفسه. وهذه الكفاءات الذاتية والمهارات الأفقية اللي حتى هي خصنا نخدموا عليها باش نخليهم يكون. وكاين أيضا واحد الورش ديال البحث العلمي هو اللي عند فيه المناظرة اليوم، هو اللي بغينا الباحثين يخدموا على المجال اللي كيفاش يطوروا هاد المجال ديال الادماج ديال السجناء اللي كاين فيه السوسيولوجيا، فيه الاقتصاد، فيه التكنولوجيات الحديثه، باش يقربوا هاد المسؤوليه ديال مسؤوليه وطنيه ومجتمعيه، وكذلك مسؤوليه ديال السجناء. اللي البحث العلمي غادي يخلي تكون تنمية مستدامه ان شاء الله. اليوم وعلى مدى يومين سوف يتم تنظيم المناظره الوطنيه التوافقيه حول موضوع البحث العلمي في خدمه الادماج. وكما هو معلوم فالمناظره التوافقيه هي منهجيه علميه حديثه يتم فيها فتح نقاش عمومي حول مسألة ما تستأثر اهتمام الشأن العام من أجل بلورة تصور متوافق عليه كأساس لبلورة سياسات عمومية. والموضوع المختار هو البحث العلمي، لأن البحث العلمي هو عماد كل إصلاح وكل جديد من أجل إدماج السجناء. وكما هو معلوم فالإدماج هي مسألة الجميع، ليست حصرا على قطاع دون آخر، وهي كذلك مسألة المجتمع برمته. هذه المناظرة سوف يتم تنزيلها من خلال ثلاثة جلسات عامة تعالج المحاور المختارة لهذه المناظرة. والمحور الأول هو ما قبل الاعتقال، أي ما يمكن فعله من أجل تفادي الاعتقال، يعني تفادي الجريمة. ثم أثناء الاعتقال ما يمكن فعله من أجل تأهيل السجناء المعتقلين للعودة إلى المجتمع بمقومات المواطنين الصالحين المحترمين للقوانين. وثم مرحلة ما بعد الاعتقال، يعني المواكبة البعدية أو الرعاية اللاحقة. وسوف تشهد كذلك هذا المناظرة تنظيم ورشات عملية يتم فيها تشخيص الوضعية والخروج بمقترحات نتمنى أن تكون أسس لبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة وأكثر استجابة لاحتياجات المعنيين بهذه المسألة. سعيد اليوم كرئيس لجنة التحكيم في علاقة بموضوع ذو أهمية كبرى في بلادنا، ألا وهو المناظرة التوافقية حول البحث العلمي في خدمة الإدماج. اليوم
أنا أؤمن كباحث جامعي وكمسؤول على أن ربط التواصل بين الجامعة والمندوبية العامة لإدارة السجون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكرار والمندوبية العامة لإدارة السجون، الغاية ديالو الأساسية هو التفكير عبر عملية التشخيص أولا حول ما هي المكامن الحقيقية اللي كتجعل عملية إعادة الإدماج لا تحقق ما هو مرجو منها على الرغم من المجهودات الكبيرة اللي كتبذل في بلادنا. اليوم عبر الدراسات والأبحاث والأوراق البحثية التي تفضل بها أكثر من 37 أستاذ سيكون هناك تشخيص وستكون هناك اقتراحات عملية لما ينبغي القيام به من أجل إنجاح عملية إعادة الإدماج. لا أخفيكم بأن المسألة ليست هينة وبسيطة، والأمر كيتعلق بمجموعة من الأسباب، مجموعة من الظروف اللي كتحتم على الدولة المغربية ديالنا عبر مختلف القطاعات الحكومية لكي تكون لها رؤية واضحة. دور المناظرة التوافقية هو تقديم تصورات أولية حول هذه الرؤية في مجال السياسة العمومية لتحقيق فاعل وفعالية في عملية الإدماج. أنا على يقين على أن مخرجات هذه المناظرة التوافقية مختلف التوصيات التي سيتم تقديمها غادي تلقى الأذان الصاغية على مستوى القطاعات الحكومية، وبعد ذلك سنقف على ما هي المداخل الأساسية لتحقيق نوع من التغيير من أجل إنجاح عملية إعادة الإدماج. ذلك هو التحدي الأساسي في بلادنا. نحن على يقين على أننا بإمكاننا نكسبه حينما نوظف الجامعة والبحث العلمي خدمة إعادة الإدماج.